في أول رد فعل عالمي على سقوط صاروخ على الأراضي البولندية، أكد وزير الدفاع البلجيكي أن نظام اعتراض الصواريخ الأوكراني وراء سقوط الصاروخ على بولندا، وهو نفس الأمر الذي أبلغه الرئيس الأمريكي جو بايدن لحلف الناتو ومجموعة السبع الصناعية الكبرى. وكان الصاروخ قد سقط على بلدة بشفيدوف البولندية وأسفر عن مقتل شخصين، وتوالت بعده ردود الفعل الدولية خاصة في البداية، حيث وجهت سهام الهجوم والاتهام للعاصمة الروسية موسكو، وذلك بأنها هي من تقف وراء الهجوم، وهو ما نفته كليا وزارة الدفاع الروسية. وزارة الدفاع الروسية قالت في بيانها أنها شنت هجوماً واسع النطاق على أهداف عسكرية ومنشآت للطاقة في أوكرانيا، وشددت على أن أقرب ضربة تبعد عن حدود بولندا نحو 35 كيلومتراً. وأظهرت صور حطام الصاروخ بأنه يعود لمنظومة S-300 الأوكرانية، فيما تباينت ردود الفعل العالمية حول الهجوم، حيث أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن تضامنه مع الرئيس البولندي، محذرا من أي استنتاجات متسرعة بشأن الصاروخ. وعرض رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك مساعدة بولندا في التحقيق فيما حدث، بينما دعت فرنسا لتوخي أقصى درجات الحذر بشأن مصدر الصاروخ في بولندا، مؤكدة على أن دولا عدة في المنطقة تمتلك النوع نفسه من هذه الصواريخ. من مصر، طارق أحمد.